منذ اللحظة الأولى لاندلاع المواجهات بين حركة حماس والجيش الإسرائيلي، انخرط حزب الله في المعركة عبر سلسلة من العمليات العسكرية والتي تتصاعد وتيرتها يوما بعد يوم. إلا أن اللافت كان هو عدد الشهداء الذين سقطوا للحزب خلال هذه المواجهات، حيث استشهد 27 عنصرا حتى اللحظة، وهي نسبة مرتفعة مقارنة بعدد الشهداء الذين سقطوا في حرب تموز من العام 2006. ولكن ماذا عن الخسائر الإسرائيلية؟ ولماذا يتجنب الجيش الإسرائيلي الإعلان عن حجمها؟ حد المعلن حوالي 6 أو 7 قتلى، وهناك عشرات الجرح. هذا الحد اللي أعلنه الاحتلال، رغم أنه نحن مش مؤكدين من هذه النتائج، لأنه هناك ربط بين الخسائر التي تحصل على الجبهة الشمالية وعموم الخسائر التي يعلن عنها جيش الاحتلال. الاحتلال ما أصدر أي إحصاء بالمناسبة، لا لآلياته اللي تضررت، ولا لدشمه، ولا لمنشآته، ولا لكاميراته وغيرها. هذه المسائل عادة الاحتلال ما بيتحدث عنها، نتيجة اعتبارات كثيرة إلى علاقة بالرأي العام، إلى علاقة بموضوع يعني حساسية هذه القضايا، بالأخص تتعلق بالتقنيات. لا يريد الكشف للطرف الآخر حجم الأضرار التي وقعت فيه. بحسب وسائل الإعلام الإسرائيلية، فهناك إصابات بالغة بصفوف الضباط والجنود بلغت 40 جريحا، إضافة إلى 140 مصابا آخرين يتلقون العلاج في مستشفى نهرية. أما على صعيد الآليات، فقد تم استهداف 10 مدرعات من نوع ميركافا 3 وميركافا 4 و6 ناقلات جنود وهامر، إضافة إلى استهداف أنظمة تجسس ومراقبة وتشويش ورادارات وكاميرات حرارية أيضا لم تعترف بها إسرائيل بشكل رسمي. ويضاف إلى ذلك نقل ما يزيد عن 120 ألف مستوطن من الجهة الشمالية وتحولها إلى منطقة عسكرية. الجبهة الشمالية لها حساسية كبرى نظرا لإمكانية اتساع هذه المعركة وحجم الإمكانيات الموجودة بحوزة المقاومة، وبالتالي الاحتلال يعتبر أن المقاومة لا تزال حتى الآن لم تستعمل إلا جزء يسير جدا من إمكانياتها في هذه المواجهة، ولا تزال تمتلك إمكانياتها الكاملة. بالتالي يخشى الاحتلال، خصوصا في ظل المراحل المقبلة القادمة اللي لها علاقة باحتمال دخول البري أو تصعيد أكبر على جبهة قطاع غزة، أن يحصل تصعيد في الجنوب، وأن تكون المقاومة أو محور المقاومة بشكل عام لديه قرار بالذهاب إلى مواجهة واسعة. بالنظر إلى العمليات العسكرية التي يجريها الحزب بشكل يومي ضد الجيش الإسرائيلي، يظهر أنه حريص على استمرارها ورفع وطيرتها بانتظار ما سينتج عن الاجتياح البري للجيش الإسرائيلي في غزة. فليدفع الدخول البري حزب الله للدخول الكلي للحرب، هذا ما سيتكشف لنا في الأيام والساعات المقبلة.